موجز لأهم الأنباء من قناة التناصح، أهلا بكم. ذكر الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب أن الجيش الليبي استهدف الخميس تجمعا كبيرا لمرتزقة مجرم الحرب حفتر بمحور الخلة، مما أدى لتدمير عدد من الآليات وقتل وجرح العشرات من المرتزقة. وأوضح المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني أن ضربات الجيش كانت دقيقة في استهداف تجمع كبير لمرتزقة الجنجاويد وحركات التحرير السودانية، والتي كانت بصدد التخطيط لشن هجوم كبير على تمركزات الجيش. استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة يوم الخميس قصف ميليشيات مجرم الحرب حفتر العشوائي على المدنيين بمنطقة عنزارة يوم الأربعاء، الذي أودى بحياة 4 بنات وجرح 5 آخرين، بينهن طفل يبلغ من العمر 11 عاما. وأوضحت البعثة أن قوات حفتر قد استهدفت الأحياء المدنية بعد ساعات من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية، كما وصفت ذلك بالهجوم الدموي، مجددة في الوقت نفسه دعوتها لوقف فوري لكافة الأعمال العدائية. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بعد تسلمه الخميس بلاغا من مستشفى الهضبة العام بحالتي اشتباه بهذا المرض. المركز الوطني في بيان له الجمعة أوضح أنه أجرى فحوصات مخبرية لعينات من الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وأكدت نتائج التحاليل سلبيتها وخلوها منه. أهابت وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية أهابت بكل المواطنين الذين تمكنوا من العودة إلى أرض الوطن أن يقوموا بحجر أنفسهم في مكان معزول عن عائلاتهم وذويهم وأصحابهم لمدة 14 يوما. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات أوصى بها الأطباء المختصون، وهي تصب في مصلحة المواطن وعائلته ووطنه، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم الخدمات اللازمة والمساعدة لكل المسافرين العالقين الذين لم يتمكنوا من العودة لأرض الوطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.